أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الحمود الصباح حرص الهيئة على التنوع الإحيائي وحماية المكونات الطبيعية في البلاد وفق اتفاقية سايتس الدولية. جاء ذلك بمناسبة احتفال الهيئة باليوم العالمي للحياة الفطرية تحت شعار الصقور بين الموروث الشعبي والاتجار غير المشروع. الاتجار غير المشروع في الطيور الجارحة يعتبر أهم التحديات التي تواجه المنطقة، ودولة الكويت تمتلك تجربة يمكن الاستفادة منها في كيفية التصدي لهذا التحدي والتقليل منه. هذا ما أكدت عليه الهيئة العامة للبيئة وهي تحتفل باليوم العالمي للحياة الفطرية. احنا دائما نحب ننظم حسب الاتفاقيات الدولية الموجودة، فاتفاقية سايتس تحرم الاتجار بالطيور بدون جوازات. في نفس الوقت الطيور المهاجرة مثل الحباري وما إلى ذلك تحرم الصيد فيها، ولكن حصلنا على ما يقارب 7 مخالفات لسايتس حررناها. اتفاقية سايتس التي وقعت عليها دولة الكويت تنظم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد. اتفاقية سايتس لا تمنع الاتجار في الصقور، ولكن تنظم الاتجار به على أساس تراخيص وشهادات خاصة باتفاقية سايتس. طبعا احنا دولة الكويت كجزء من دول مجلس التعاون الخليجي عندنا اتفاقية بشأن جوازات الصقور، والتي تسهل تنقل الصقور في دول مجلس التعاون للمشاركة في المعارض والمستشفيات الطبية بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويعكف معهد الكويت الأبحاث العلمية على إنشاء مركز خاص في محاولة للحفاظ على استمرارية الصيد المستدام. عملنا زيارة لدورة الإمارات لجميع مراكز الحبار الموجودة هناك، والحمد لله سوينا خطة شاملة وتفصيلية من الألف للياء شلون ننشئ مراكز حبار إن شاء الله في الكويت. عندنا تقنيات علمية احنا نستخدمها للإكثار، مثل عندنا التلقيح الصناعي والحقن المجهري في الأسر. شملت الاحتفالية معرضا لمربي الصقور للمزيد من التوعية حول الأمور المتعلقة بالحياة الفطرية والتنوع الحيائي. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.